إننا بجله من العاج وغير العاج الكلمات والخيرات الظاهرة والباطنة بلغنا ما أورثه من العلوم والكشف والمكاشفات والعطايات والهديات والخيرات والبركات وكرمنا بنصيب من ذلك بلغنا ما هناك أكرمنا بالخيرات الظاهرة والباطنة تولنا بما تتولى في عبادة المقربين تولنا بما تتولى في عبادة الصالحين أصلح شأننا كله أصلح شأننا كله أصلح شأننا كله أصلح شأننا كله وبلغنا أجمعين والحاضرين والغائبين نصيب الموافرين إلى بيوتنا من هذه الخيرات وأصلح شأننا يا أكرم الأكرمين قر عيننا بهؤلاء الرجال قر عيننا بهؤلاء الرجال وربطنا بهم فضل ينحل الدنيا وجعلنا في يوم القيامة سعفهم جعلنا في يوم القيامة معهم جعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين فاجزي من كان سببا في هذا الخير كله أحسن له مراده في الدنيا والآخرة وارزقه طول العمر مع الصحة والقوة والعافية والبركة والسعادة والنفع للعباد والبلاد والنفع للعباد والبلاد والنفع لكل قاصي ونادى اكرمنا بذلك واختم لنا بالحسنى وانت راض عنا في خير ولطف وعافية. انا حبي عبد القادر.